ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ونبدأ وكلنا وجل وإشفاق وخوف وخشية كما هي عادة البدايات. البدايات ثقيلة لأن البدايات ترتبط بالنهايات غالبا، إذا صحت البدايات فغالبا تصح النهايات. ووجه الوجل والإشفاق أن هذا عمل من الأعمال، طال أو قصر يوشك أن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه، والله سبحانه وتعالى ينظر في العمل من وجهين: من وجه خلوص العمل لله عز وجل وصدق العامل في عمله، وذلك أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى وألا يريد شيئا من حظ نفس أو إرادة دنيا. فقد قضى الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما من كانت الآخرة نيته فهذا هو الموفق الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف المبارك، كما ينظر الله سبحانه وتعالى في صواب العمل وموافقته لشرعه ودينه وأمره الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال، فالعبد إذا وكل إلى نفسه فقد وكل إلى عجز ومضيعة، وهذا أصل الخذلان والعياذ بالله. إذا وكلك الله تعالى إلى نفسك فهذا عنوان الحرمان ومعدن الخذلان والعياذ بالله، وإنما الشأن أن يتولاك الله سبحانه وتعالى فيسددك ويهديك ويوفقك، ثم يقبل منك عملك الذي هو بعض من هدايته وتوفيقه سبحانه وتعالى. فبان أن الفضل من الله سبحانه وتعالى وإليه، ومن هنا يعني كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج العبد مع كل نفس من أنفاسه، إن لم يقل يعني هذا الذكر المبارك فلا أقل من أن يصاحب معناه في حياته كلها، لأنه على التحقيق لا حول للإنسان ولا طاقة ولا قدرة ولا قوة ولا استطاعة ولا يعني إمكان لأن يفعل شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمك الله: أن أفضل ما فرض الله عليك معرفة دينك، الذي معرفته والعمل به سبب دخول الجنة،
والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم. فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال بعض السلف: القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يردها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا كتاب مبارك، هو في الحقيقة اختصار لسيرة ابن هشام التي طبقت الآفاق وملأت الدنيا، وهي أشهر سيرة كتبت في تاريخ المسلمين، لأنه أخذها عن سيرة ابن إسحاق، وابن إسحاق هو إمام هذا الفن، ويعني من أشهر ويعني أضبط من كتب فيه. فحين يختصر المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، فيوقفنا إن شاء الله تعالى على جملة صالحة من معرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه مع أصحابه، وكيف تعاون هذا أو كيف تعاونت هذه الثلة المباركة على إقامة دين الله عز وجل ومنهجه، وأسست لهذا الدين دولة وأقامت له حضارة ما زالت يعني لا تغيب عنها الشمس ولن تغيب إن شاء الله تعالى. وكعادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يصنف لا للتصنيف، وإنما يصنف لنصح يعني قومه، ولهذا كتب الله تعالى لعامة مصنفاته القبول وبقيت إلى يومنا هذا. ما يعني خط رسالة ولا كتب كتابا من صفحة أو صفحتين إلا وهو الحمد لله يعني محفوظ باقي. وهذه أسرار إن كان لها يعني سبب نستنبطه، لا شك أنها تدل فيما نحسب إن شاء الله تعالى على صدق نوايا المصنف فيما نرجو ونحسبه ولا نزكيه على الله. ومن يعني طريقته أنه يحرص على نصح الناس، ولهذا لم يدخل في بداية السيرة مباشرة إلا بعد هذه المقدمة التي يعني نقرأها معا. وهذه المقدمة في الحقيقة هي تعنى بما عليه أهل الجاهلية من مخالفة دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتقاد والسلوك والعلم والعمل. ويعني لا شك أن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، إذا أو تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولهذا هذه المقدمة من المصنف يرجع إلى البدايات، بدايات الدنيا وبدايات العالم، ويستعرض هذا إجمالا منذ أن خلق الله تعالى آدم أبانا وكان منه ما كان وهبط إلى الأرض، وكيف أن الأصل هو التوحيد، ثم طرأ الشرك وعرض، ومن هنا أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال المصنف: وقد حمد الله وأثنى عليه صلى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أعظم فوائد دروس السيرة عموما، أننا نمر على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، وكلما مررنا عطرنا مجلسنا وعطرنا قلوبنا وعطرنا حياتنا وطريقنا إلى الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه كما أمرنا الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرة والأولى. قال: أعلم رحمك الله أن أفرض ما فرض الله عليه معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. المصنف في الحقيقة يذكر قضية هي غاية في الخطورة، وليس في الدنيا أخطر منها في الحقيقة، وهي قضية الهدف. لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا جاء بنا إلى هذه الدنيا؟ ولماذا ننتقل بعد هذا إلى دار أخرى؟ هذا خلاصته، أن المكلف لابد أن يكون له هدف واضح. فكأنه يقول في بداية الطريق:
قبل أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اعلم رحمك الله أنه لا بد أن يكون لك هدف واضح في حياتك. هذا الهدف لا تستطيع أن تحصله إلا بمعرفة دينك الذي يقودك إلى مرضات ربك ومن ثم دخول الجنة. ثم شرع يبين وسيلة من الوسائل الكثيرة التي يستعين بها الموفقون على بلوغ هذا الهدف. فإذا اتفقنا أن الهدف هو تحقيق العبودية لله عز وجل، فما الوسيلة؟ من هذه الوسائل والتي هي عنوان موضوعنا القصص، قصص الأولين والآخرين. وقد أخبر أن معرفة قصص الأولين والآخرين وما فعل الله بهم وشأن الله تعالى مع من أطاعه من التوفيق في الدنيا والإحسان في الآخرة، وشأنه مع من عصاه من خذلان الدنيا ويعني خسران الآخرة. هذا يعني في الحقيقة من أنفع الوسائل إلى إيقاظ واعظ الله تعالى في قلب المؤمن، أن يتعرف على القصص. وفرق كبير بين القصص الذي جاء في الوحي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قصص يراد به أخذ العبرة ومعرفة وجه العظة والانتفاع بأن يقيس الإنسان نفسه على غير. فالناس كأسراب القطر، يعني تتشابه أحوالهم وظروفهم ومواقفهم، ولهذا يعني قالوا السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. الرجل السعيد الذي يأخذ موعظة من غيره لأنه يأخذها مجانا، والشقي الذي يدفع ثمنها وتكون موعظته بنفسه. لقد انتفع فرعون لكن كانت موعظته بنفسه، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل أخذ فرعون الموعظة؟ نعم، لكن أخذها من من؟ أخذها من نفسه، خسر كثيرا. قال الله تعالى له الآن، الآن تفهم، الآن يعني تعرف، الآن تسلم وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. جاءت القضية بعد يعني فوات الأوان. لكن السعيد من يقرأ قصص المفلحين فيعمل بعملهم، ومن يقرأ قصص الهالكين فيحذر يعني عقوباتهم. وهذا هو السر، أنك تجد ثلث القرآن ما هو إلا قصص يقص الله سبحانه وتعالى من أخبار الأولين والآخرين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ولا شك أن هذا مقصد عظيم. وترى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة صالحة من القصص الكثير، كما تسمع كثيرا كان في من كان قبلكم، كان رجل، كان ثلاثة نفر، كان يعني جماعة، كانت امرأة، كان طفل قال كذا وكذا، هذا كله داخل في نفس الباب. ولهذا قال بعض السلف القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يردها، ما يستطيع أحد أن يرد يعني مثل هذه الفوائد التي تتواتر وتناسب فطر الناس وعقولهم. فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله، إلى أن هبط آدم عليه السلام وزوجه إلى الأرض، ففيها من إدراك المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى ثم اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآيات الأخرى قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
ومولاه الذي وعدنا به هو إرسال الرسل عليهم السلام، وقد وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم. نعم، قال فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض، هذا أول شأن الدنيا وأول شأن الناس على هذه الأرض، والقصة معروفة كما ذكر وكلنا يعرفها من مقدمة سورة البقرة أو ما جاء فيها في سورة الأعراف أو في سورة طه أو نحو ذلك. وفي هذه القصة من إيضاح المشكلات، يقصد بإيضاح المشكلات ما يعني يظهر من عداوة الشيطان للإنسان، وأن الإنسان لا يكون وأن الشيطان لا يكون ناصحا أبدا للإنسان. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. من هذه المشكلات التي وضحت بهذه القصة كذلك يعني بضاعة الشيطان، أنها إعاذ بالشر وتصديق به، وأنها وسوسة وفتنة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ومما ظهر كذلك من هذه القصة أنه كاذب في قسمه كما احتال على الأبوين وصدقاه. وسبب الإشكال أن آدم وزوجه لم يكن لهما عهد بهذا الصنف يعني من الخلق، فهو أول يعني إنسان، وامرأته يعني خلقت من ضلعه، فلم يتصور آدم أن أحدا يحلف بالله تعالى كاذبا، فكان من أسباب الغواية أن قاسمهما يعني أقسم لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. من هذه المشكلات التي يفترض أنها وضحت عندنا أن المخرج من غواية الشيطان هو الاعتصام بالله عز وجل، وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في ختام هذه القصة في سورة طه، حيث يعني بيّن أنه لا بد أن يجري قدره بإهباط آدم وزوجه إلى الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يضع هذا المنهج وهذا المقياس وهذا الميزان في ذريتهما إلى يوم الدين. هذا الضابط هو قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا الضابط يعني لو أن الله سبحانه وتعالى اكتفى به لكان ذلك يعني كافيا، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته ومنته وعظيم فضله على عباده لم يكتفي بهذا المعنى، حتى أرسل الرسل وأنزل الكتب، فجعل الرسل يتتابعون سلسلة يعني مباركة شريفة عظيمة من يعني خيار أفراد العالم، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفى الله سبحانه وتعالى بوعده، والله لا يخلف الميعاد، وأرسل الرسل على ما وصف لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، أولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليهم أجمعين. فاحرصي عبد الله على معرفة هذا الحد الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب. فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم عليه السلام وعدوك إبليس لعنه الله، وما جرى لنوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وموسى وقومه وعيسى وقومه ومحمد صلى الله عليه وعليه وسلم وقومه. واعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وما جرى له معهم في مكة، وما جرى له في المدينة. واعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر، فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يوجد معه فلاح. نعم،
وصى المصنف رحمه الله تعالى بالحرص على معرفة ما جرى لآبائنا من أنبياء الله عز وجل ومن تبعهم بإحسان من أصحاب الأنبياء وأتباع الأنبياء، وأنت تستشعر الفخر وأنت تستمع إلى هذه الوصية: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، حين يدرس الإنسان التاريخ الذي يصله بربه سبحانه وتعالى، يصله بأسباب النجاة، حين يتوفر المسلم على دراسة ما جرى لآدم صلى الله عليه وعلى نبينا، ولنوح ولهود ولصالح ولموسى وعيسى ولنبينا صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا تاريخ شريف، تاريخ صدق وحق وكرامة وعز ومجد. مجرد يعني أن تنتظم في سلك هؤلاء الأخيار، هذا والله هو عنوان الشرف، وإلا فالناس يعني بحاجة إلى نوع تاريخ يدرسونه. ترى بعض من ليس موفقا يعني يدرس تواريخ يعني هي عنوان الشقاء، كتاريخ الفراعنة وتاريخ البوذيين والهندوس ونحو ذلك، ولهؤلاء تاريخ، لكنه تاريخ يضرب في جذور الأرض بالشرك والمعاندة لله عز وجل، ولا يليق بالعاقل فضلا عن الدين أن ينتسب إلى نوع من هذه النسب الخبيثة. يحرص آخرون على يعني اصطناع التاريخ وأخذ يعني أنواع من القصص ما هي إلا سراب وحديث خرافة وأساطير. ترى كثيرا من الناس يعني يعجبه هذا القصص الذي لا يرجع إلى حق ولا إلى واقع، وإنما يرجع إلى أنواع من الخلط والتأليف والكذب، ويقصدون بهذا إمتاع الناس. ومع الأسف يعني هذا الشأن من تعوده فإنه يوشك أن يعني لا يخرج من أسره، كما ترى في كثير من الناس ممن يحرصون على القصص الخرافية والقصص البوليسية كما يقولون، وعقدة القصة، ومن الذي سرق الكنز ومن الذي أخذ. وربما يعني رأيت بعض الرجال المتزوجين والنساء المتزوجات ما زالوا يقرؤون في قصص الجيب هذه، لا يعجبهم. ما الذي يعجبهم فيها؟ يعجبهم فيها طخ ودب بوم طرخ دج، هو هذا. وترى الرجل يعني متزوجا وقد يستحي من أولاده أو يأخذ قصص أولاده، وحياته كلها طخ وبم ودج وترخ، ولا شك أن هذا يعني نوع من ضعف العقل ونوع من خفة العقل ونوع من عدم التوفيق، خصوصا وهو يعلم أن هذا يعني كذب، وأن البطل لم يخترق الجدار فعلا كما فعل، ولم يعني يدخل القط في ذيل الأرنب ولا الأرنب في مخ الصرصور ولا نحو ذلك، لكن فراغ ولا حول ولا قوة له. لهذا لما ذكر الله تعالى بعض قصصه قال: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقصص الذي نعنى به ما كان حديثا يفترى، ليس من وضع المصنف ولا من وضع مؤلف من المؤلفين، ولا يمكن أبدا أن يكون فيه نوع كذب. وقد أنفقت أعمار من العلماء في تمحيص وفي تدقيق الروايات التي هي خارجة حتى روايات التاريخ، وأما ما جاء في كتاب الله عز وجل فهذا يعني لا يحتاج إلى شيء من هذا. فكوننا نحرص كما وصانا المصنف على معرفة هذا التاريخ وهذا القصص وعلى الاعتبار بهذه السير، لا شك أن هذا من توفيق الله عز وجل، وإلا فإضاعة الوقت في يعني هذا الهراء الذي تنفق فيه أوقات وتطبع فيه صفحات، لا شك أن هذا عنوان الخيبة. وليست القضية أن تستفيد هذا في خاصة نفسك فقط، وإنما احرص على أن يكون لك مجالس مع أولادك يعني يدرسون من آدم ومن نوح ومن هود، وكيف أجر الله سبحانه وتعالى على أيديهم من الآيات، وكيف بعثوا في زمانهم، وكيف كان الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، بناء على صلاح هؤلاء أو فساد أولئك. من ثم يختصر المصنف يعني شيئا من ذلك قبل أن يلج في موضوع الكتاب. وأما
وأما قصة آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله فلا زيادة على ما ذكر الله في كتابه، ولكن قصة ذريته. فأول ذلك أن الله أخرجه من صلبه أمثال الذر، وأخذ عليهم العهود ألا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ورأى فيهم الأنبياء مثل السور، ورأى فيهم رجلا من أنورهم فسأله عنه فأعلمه أنه داود، فقال: كم عمره؟ كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: وهبت له من عمري 40 سنة، وكان عمر آدم عليه السلام 1000 سنة. ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى، قال: يا رب لما لا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر. فلما مضى من عمر آدم 1000 سنة إلا 40، أتاه ملك الموت فقال: إنه بقي من عمري 40 سنة. فقال: إنك وهبتها لابنك داود فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. نعم. قال: وأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكر الله في كتاب، يعني أنتم تعرفونها لأنها وردت كثيرا في كتاب الله عز وجل، فنختصر هذا. ولكن قصة ذريته، يعني ولكن نشير إلى بعض ما جاء من قصة ذريته، لأن هذا يعني مذكور في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الإنسان إلى أن يتعرف على شيء من ذلك. وذكر هذا الحديث الذي رواه الترمذي في التفسير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الطحاوية وفي يعني الترمذي وغيره، أن الله أخرجه من صلبه أمثال الذر، يعني أخرج الله تعالى ذرية آدم من صلبه أمثال الذر، والذر هو النمل الصغير، وأخذ عليهم العهود ألا يشركوا به شيئا، كما قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وهذا يعرف عند أهل العلم بالميثاق الأول، والله سبحانه وتعالى أخذ هذا الميثاق الأول على بني آدم من قبل أن يخلقوا وهم في ظهر أبيهم آدم، وأخرجهم الله سبحانه وتعالى وهو العزيز القدير وسألهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم إن هناك ميثاقا ثانيا وهو ميثاق الفطرة الذي فطر الله عز وجل الناس عليه، فكل مولود يولد على الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يولد على الإسلام، ما من إنسان إلا ويولد وهو على أصل الإسلام، فالأصل هو الفطرة، والفطرة هي الإسلام وهي التوحيد، ثم يطرأ بعد هذا الخلل. ولهذا قال في الحديث: فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، يعني إنما يأتيه الشرك عارضا. وهذان الميثاقان يعني ميثاق أخذ الميثاق الأول وميثاق الفطرة أيضا، الحقيقة أنهما نوع من التهيئة ويعني تجهيز الإنسان للميثاق الثالث، والميثاق الثالث هو الأصل والاعتبار به وإنما يحاسب الناس عليه. وهذا الميثاق الثالث هو ميثاق إرسال الرسل وإنزال الكتب، حينما يعني يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب يأتون أقوامهم بالبيان وبما أراد الله عز وجل منهم، هذا الذي عليه المعول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهذا الميثاق الثالث هو الذي يحاسب الناس به، فمن وافق يعني الميثاق الثالث فقد وافق يعني الميثاق الأول والميثاق الثاني، ومن خالف الميثاق الثالث يصبح الميثاق الأول والثاني حجة عليه، يعني من جملة الحجج، فيكون خالف الميثاق الثالث اللي هو الرسول، والميثاق الثاني اللي هو الفطرة، والميثاق الأول الذي لم يشهده وإنما يذكره الله عز وجل، لكن العبرة بالميثاق الثالث والمعول بذلك. ولهذا يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بذلك كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن آدم يعني لما أخذ الله عز وجل هذا الميثاق على ذريته
رأى فيهم الأنبياء مثل السرج، يعني جمع سراج وهو المنير، ورأى فيهم رجلا من أنورهم، يعني أعجبه من أبنائه داود عليه السلام، فسأل عن عمره فقالوا أو فقيل له 60 سنة فوهب له 40 سنة. فلما جاء ملك الموت يقبض روح آدم، وكانت الأمة السابقة يعني ترى ملك الموت وتعرف أعمارها، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولهذا قال له إنه بقي من عمري 40 سنة، فقيل له إنك وهبتها يعني ولدك داود، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم. فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته، يعني النسيان من طبيعة الإنسان، والمقصود بجحد هنا أنكر، ولم يقصد يعني الإنكار، وإنما أنكر ولم يستحضر ما كان في عالم الذر، وهذا أيضا من جملة النسيان. وأصل النسيان من طبع الإنسان، لكنه إذا تاب وأناب وراجع فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه كما عفى عن آدم. إنما الإشكال في يعني الإصرار على الذنب والمعاندة وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى كما فعل إبليس، هذا الذي لا يأتي منه خير. أما إذا أذنب العبد وأسرع الفيئة فإن الله سبحانه وتعالى يسرع يعني إلى قبول توبته. وأيضا في الحديث أن آدم لما رأى الأعمى والأبرص والمبتلى قال لما لا سويت بينهم، يعني لماذا لا يكون الناس جميعا في عافية والله سبحانه وتعالى غني حميد. قال الله تعالى إني أحب أن أشكر، فأشار الله سبحانه وتعالى لآدم إلى هذه الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر، لأن الشكر من جملة العبادات التي خلق الله عز وجل الناس لها. ثم ما يدريك أن هذا المبتلى إذا صبر على البلاء يدخل الجنة، وأن بعض أهل البلاء لو لم يبتلى لربما يعني بطر يعني النعم فلم يكن في ذلك مصلحته. فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح خلقه، من كانت العافية تصلحه عافاه الله، ومن كان البلاء يصلحه ابتلاه الله عز وجل لمصلحته، فيكون البلاء بالنسبة له نوع عافية. من كان الغنى يصلحه أصلحه الله تعالى بالغنى، ومن كان الغنى يضره أصلحه الله تعالى بالفقر. فالله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال إنما يريد لعباده الخير، ولهذا العبد الموفق هو الذي يسلم ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. فلما مات آدم عليه السلام بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم دين الإسلام، ثم كفروا بعد ذلك، وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين كما ذكر الله تعالى في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم فماتوا في شهر، فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم، فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم ولم يعبدوهم. ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم ولم يعبدوهم. ثم طال الزمان ومات أهل العلم، فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم، وانتشروا في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. نعم. فلما مات آدم بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم، هذا يؤكد ما قلناه ونحن نذكر بعض المقدمات في كتابة التاريخ أن الأصل هو التوحيد وليس الشرك، وأنه ليس كما قال
المؤرخون الأوروبيون أن هناك مرحلة تسمى ما قبل التاريخ، كان الناس فيها همجا وكانوا يعني أشبه بالحيوانات ونحو ذلك. هذا حديث خرافة وحديث من جهل وخالف الفطرة وعاند الشريعة، وإنما الأمر كما نفهمه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن آدم هبط إلى الأرض ومعه توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن أولاده ما زالوا على ذلك 10 قرون يتوارثون التوحيد الذي هو الدين الذي اصطفاه الله عز وجل للعالمين. ثم طرأ وعرض الشرك بعد ذلك، ومن عجب أن أول ما طرأ الشرك في الدنيا كان سببه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة نوح وأشار إليه المصنف، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وأن هؤلاء 5 الصالحين كانوا يعني على صلاح وتقى، فلما ماتوا وانظر إلى الشيطان وكيف يلقي في قلوب الجهال الشبه، وأنه لا يعذر الإنسان بمجرد حسن نيته إذا خالف الشريعة. بعض الناس يقول أنا حسن النية وأنا ما قصدت إلا الخير، هذا يعني لا يعني يكون عذرا له، القانون لا يحمي المغفلين كما يقولون. هذا رجل يعني مغفل استغفله الشيطان وصده عن دين الله عز وجل وخرج عن قانون الله عز وجل القائم على التوحيد، وظنوا أن تصوير هؤلاء يعني هو مدعاة إلى مزيد من العبادة، فتربص بهم الشيطان وجيلا بعد جيل حتى ألقى فيهم هذه الشبهة، ما يعني صور آباؤكم هذه الصور لهؤلاء الصالحين إلا وهم يريدون أن يعبدوه. هذا أول الشرك في الأرض الذي استلزم أن يرسل الله عز وجل أول الرسل إلى أهل الأرض. كان آدم نبيا من أنبياء الله عز وجل ولم يكن رسولا، لأنه ما كان هناك شرك حتى يرسل إليه آدم، لكن أول شرك وقع في الدنيا في قوم نوح استلزم ذلك أن يرسل الله عز وجل إليهم نوحا ليردهم إلى دين آدم وذريته الذي هو الإسلام الذي يتوارثه الأنبياء على مدار العصور ويعني الحقب، ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل. إذن لم يكن تبديل لشرع الله عز وجل إلا في قوم نوح، وهذا سر بعثة نوح صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ما كان قصة المشهورة أن نوحا دعا قومه وأن منهم من آمن وما آمن معه إلا قليل، وأن الكثرة الكاثرة، وهذه سنة كونية ذكرها الله تعالى مرارا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأنذرهم نوح بأس الله تعالى وسطوته وعقابه، وأوحى إليه أن يصنع الفلك، وكان ما كان من أمر الله عز وجل، وغرقت الدنيا في هذا الوقت، ولم ينجو إلا من آمن مع نوح صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك قال المصنف هذا من أدبه، قال وبقوا على الإسلام، يعني قوم نوح المسلمين الذين نجوا معه بعد الطوفان بقوا مدة ما لا ندري ما قدرها. وهذا من أدب المؤرخ المسلم أن المساحات التي لا يستطيع الحديث عنها يسكت ويقول ما ندري، أما المؤرخ الفاجر أو الكافر، وكثير من كتاب القصص والتاريخ المعاصرين يفعلون هذا وهي عادة قديمة، يقول إذا رأى مساحة فارغة ماذا يفعل؟ يقول نتصور كيف نملأها. فيأتي لك مثلا بالبطل في أي قصة الذي لا يعرف أنه بطل ولم تعرف قصته إلا بعد أن صار بطلا، يأتي لك به في يعني 6 من العمر وهو يعني يفعل فعلا معينا، وفي 12 لما بدأ يعني يعرف زميلته في المدرسة ويكون بينهما شيء يملأ به الفراغ اللي في هذا، طبعا يعني مما لا يليق. لكن انظر إلى الدقة، بقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها، ثم ينتقل إلى الحلقة التي ندريها والتي أخبرنا الله عز وجل. وهنا يرد سؤال مهم، لماذا كانت هناك حلقات فارغة؟
لا نستطيع أن نقول ما الذي كان بين نبي ونبي ونحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لو علم أن هناك مصلحة تعود إلينا من ذلك لذكره. إذن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ما يصلحنا وما ينفعنا، لأن القصص للعبرة وللإفادة وليس لمجرد الاستمتاع ويعني الغرابة ونحو ذلك. ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل عليهم السلام، وما من أمة إلا قد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ولما ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا، كما قال تعالى: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد. إذن لك أن تتصور أن التاريخ كله إلى أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم تاريخ يتكرر، وهذا يدلك على أن دين الله سبحانه وتعالى سهل، ليس فيه يعني أي غضاضة ولا أي صعوبة، يعرفه العالم يعني النحرير ويعرفه كذلك العامي الأمي. إنها حلقات تتكرر، يعيش الناس على التوحيد في أمن وأمان وسلامة وإسلام، تنزل عليهم بركات الله عز وجل، تخرج الأرض من رزق الله، وتنزل يعني السماء بالقطر والمطر من رزق الله عز وجل، ثم يطرأ الشرك. فإذا طرأ الشرك أرسل الله عز وجل رسولا من رسله، منهم من سمى الله تعالى في القرآن ومنهم من لم يسم، والقصة واحدة، يتبعه جماعة قليلة ويخالفه جماعة كثيرة، يجري الله تعالى على يديه من الآيات ودلائل القدرة والتوحيد فيؤمن بها القليل ويعاند الكثير، يحذرهم بأس الله تعالى ونقمته فيستجيب القليل ويعاند الكثير، ثم تنزل العقوبة على ما يناسب نوع الذنب الذي يدمنه يعني هذا الجيل وهذا القبيل، وخسر هنالك الكافرون، ويبقى المؤمنون القلائل على التوحيد زمانا لا يعلمه إلا الله، حتى يعود الشرك مرة أخرى فيطرأ من جديد ويتكرر الأمر. ضرورة أن الشيطان باق لا يموت بوعد الله سبحانه وتعالى له، لما قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون. أنت ترى آدم، نوح يعيش 1000 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش 63، وفلان من الأنبياء يعيش كذا وكذا، أما إبليس فحظه واسع في الدنيا، هو يعيش إلى نهاية العالم، وجعله الله سبحانه وتعالى لهذا القصد حتى يعني يقوم سوق الصراع بين الكفر والإيمان. وإلا فلو مات إبليس لاستراح الناس، ولو كان في ذلك مصلحة لفعل هذا الله سبحانه وتعالى، لكنه أبقى إبليس يعني اختبارا للناس وليستمر يعني إغواؤه، وإلا عبادك منهم المخلصين كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها، قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه رضي الله عنهم قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك، وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه وما قال لهم وما قيل لهم، وكذلك نقلهم سيرة الصحابة رضي الله عنهم وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين، وذكرهم أحوال العلماء بعدهم كل ذلك لأجل ما
معرفة الخير والشر. نعم. قال: ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ يعني أن هذا مقصود، الله سبحانه وتعالى يعالج الناس بردهم إلى التاريخ وإلى قصص من كان قبلهم، من كان قبلهم، يعني لو أنهم اعتبروا بمن كان قبلهم من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات وغير هؤلاء ممن قص الله عز وجل علينا أخبارهم لا اتعظوا بموعظتهم ولا تجنبوا أسباب يعني هلاكهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا. لا تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار لمجرد الطرافة وأنها يعني قصة غريبة وأنها ممتعة وأنها مسلية، ولا شك أنها مسلية وممتعة، لكن ليس هذا هو المقصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث ليكون يعني في هذا المعنى الضيق، وإنما هو يذكرنا بأن نعمل عمله، أن الإنسان إذا توسل إلى الله تعالى بصالح عمله فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه وينفعه ذلك في الدنيا وينفعه قبل وكذلك في الآخرة. لا تتصور أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بقصة الرجل الذي قتل 100 نفس وكان من شأنه أن تاب الله عز وجل عليه، أن هذا لمجرد يعني نتعجب أن رجلا يقتل 100 نفس وأن رجلا يعني تطوى له الأرض وأن رجلا يعني يذهب إلى العابد فيتم به 100، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود هو أن يعلم المذنب أن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب، وأن العبد مهما بلغ من ذنبه فإنه إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه. وكذلك ترى في قصة الأقرع والأبرص والأعمى أن الإنسان إذا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وأسند الفضل إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يزيده، وإذا جحد هذه النعم فإن الله سبحانه وتعالى يعني يسلبه هذه النعم، وهكذا. كذلك أهل العلم في نقلهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصدون مجرد الإمتاع التاريخي، وإنما يعني يقصدون أن ينحاز الناس إلى صف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وأن يتحاشى الناس أن يكونوا في صف الكافرين أو في صف المنافقين أو في صف الفاجرين، لأنه قد عرف يعني مآل هؤلاء ومآل أولئك، وأن الإنسان إذا يعني أراد لنفسه الخير ما هو إلا أن يكون تابعا لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتاج لأجل هذا أن يدرس سيرته أن يتعرف أخباره. إذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيرا من الرسل عليهم السلام وأمرهم لا نعرفهم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عنهم، لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، فكان من أمرهم ما قص الله سبحانه في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي، وبقي في أصحاب صالح إلى أن عدم مدة لا ندري كم هي، ثم بعث الله سبحانه إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم، فجرى عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة، ثم آمن له لوط عليه السلام، ومع هذا نصره الله ورفع قدره وجعله إماما للناس. ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم. إذا فهمت ذلك يعني فهمت أهمية القصة وكيفية توصيفها في حياتك حتى تنتفع وأنت تقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم، نحن لم نحط بالتاريخ والقرآن لم يستوعب ذلك، وإنما أخبرنا الله عز وجل عن بعض النقاط التي علم أنها تنفعنا
أخبرنا عن قوم كان فيهم ما فينا من بعض الذنوب أو بعض المعاصي، هؤلاء الذين كانوا يبنون الصروح وناطحات السحاب، هؤلاء الذين كانوا يعني يطففون الكيل والميزان، هؤلاء الذين يعني كانوا ينشغلون ببعض الفواحش، هؤلاء الذين كانوا يعبدون يعني الأصنام أو الكواكب أو نحو ذلك، هذا كله مما يناسب أن يحكى لنا، فحكاه الله عز وجل لنا على سبيل يعني الموعظة وإقامة الحجة، ثم كان من أنور وأمتع وأبرز هذه السلاسل المتعاقبة بعثة إبراهيم أبي الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا. واتفق أنه يوم بعث إبراهيم لم يكن على وجه الأرض مسلم، يعني كانت الدنيا قد أقفرت من التوحيد، فبعث الله إبراهيم واتخذه خليلا، وجرى يعني عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة، ثم آمن له لوط. ولقصة إبراهيم يعني استطراد يعني نرجئه إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يكون الكتاب مع إخواننا، والكتاب يعني موجود الآن إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، وأن يجعلنا على الطريق الذي سار عليه إبراهيم والذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، والحمد لله رب العالمين. يقول ورد في الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة الممات؟ إذن أنت تعرف فتنة المحيا، ولهذا سألت عن فتنة الممات. أما فتنة المحيا فهي الفتن التي تعرض للإنسان في طريقه إلى الله، والتي يقوم على رأسه فيها الشيطان والعياذ بالله. ومن أعظم هذه الفتن المال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ومن أعظم فتن الدنيا النساء، فإن يعني أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن أعظم هذه الفتن الشهوات، وكذلك من فتن الدنيا الشبهات، والفتن كثيرة يعني معلومة. وأما فتنة الممات فإنها تبدأ منذ خواتيم الخروج من الدنيا والعياذ بالله. كان يعني من الدعاء: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هذا بداية فتنة الممات، أن يقعد الشيطان على رأس الإنسان فيريد أن يستغل آخر فرصة، التي لو فاتته فإنه يعني يقول يا ويله، يعني الشيطان يندب ويدعو بالويل والثبور أن نجا ابن آدم، في حين أن الشيطان قد هلك. فهذه من أعظم فتن الممات، أن يتخبطه الشيطان عند الموت وأن يأمره بالشرك والعياذ بالله. ومن فتن الممات ما يكون من فتنة القبر كذلك، ومن فتن الممات ما يكون مما يلاقيه الإنسان في عرصات القيامة. أسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم في الدنيا والآخرة. هل القصص الذي فيه خيال مثل كليلة ودمنة وألف ليلة يجوز قراءته للأولاد الصغار؟ أم يعني يقصد أم أنه من الكذب؟ لا شك أنك لو قرأت وأقرأت أولادك مثل هذا القصص الذي فيه تتابع يعني سير الأنبياء وما كان من كل أمة وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وما أجراه الله عز وجل عليه من الآيات، سيحقق المعاني المقصودة عند الأطفال وزيادة. وأما يعني قصص ما ذكرت فإن هذا في الحقيقة كله يعني مخترعات وحديث خرافة، ومنه ما فيه بعض الفائدة كما يجري على يعني ألسنة الحيوان ونحو ذلك من الحكم ونحوها، لكنها فائدة قليلة في ضمن يعني خرافات كثيرة. وهذه الفائدة القليلة هي موجودة والحمد لله في يعني القصص الكثير الذي قصه الله تعالى وقصه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم فائدة قصص يعني الحق
مع كونه حقا أنه يربط الإنسان بتاريخه، ويربطه بآبائه ومجده، ويربطه بدينه وعبوديته لربه، فيؤثر فيه صلاحا ظاهرا وأهدافا واضحة وأولويات مرتبة. أما يعني مجرد قصص ألف ليلة وليلة ونحو ذلك، فإنه مع كونها مليئة بالتفاهات والسفاهات، فإنها لا تصنع رجلا ولا تصنع يعني امرأة صالحة، وإنما تصنع يعني أشباه من مخانيث ونحو ذلك، فلا مصلحة في هذا لا في دين ولا في دنيا. لكن لماذا لجأ هؤلاء إلى هذا؟ ليس عندهم من أنوار الوحي، فهم معذورون أن يبحثوا عن أي شيء. إنسان بلا تاريخ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يخترع تاريخ. كأمريكا الآن، أمريكا بلا تاريخ، هي مجموعة ناس أصل المكان فيه الهنود الحمر، ثم قفز عليهم الأوروبيون من هنا ومن هنا ومن هنا، ويعني عاثوا فيهم الفساد، ثم قالوا نحن أمريكا ونحن يعني بلدة ما لها تاريخ ولا لها، لم تكن موجودة قبل قرنين، ما كان في الدنيا شيء اسمه، فيخترعون تاريخا ويحاولون أن يجملوا أنفسهم. فهل نحن نفعل كذلك؟ أم أننا نقول نحن تاريخنا إلى آدم أبي الأنبياء، نحن أمة التوحيد والتوحيد ضارب في جذور الأرض، نحن أتباع آدم وأتباع نوح وأتباع هود وأتباع صالح وأتباع يعني موسى وأتباع عيسى وأتباع نبينا خاتم النبيين. أنت تشرف بهذا وترى يعني أنك كما قال الشاعر ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. لكن قبح الله من يعني يريد أن يترك يعني تحليق الصقور في عالي يعني الجو ويبحث وسط الخرابات عن الجيف كما تفعل الغربان. ولكل وجهة هو موليها. المعاني التي أصل بها لحب النبي صلى الله عليه وسلم، المعاني كثيرة، ومن أهمها الصدق في محبته صلى الله عليه وسلم، وعدم الدعوة، وألا يكون هم الإنسان الكلام وإنما التطبيق. إذا عرفت شيئا فقم به وسارع إلى مرضات الله عز وجل. ومن أول ما يعينك على هذا تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعني يمشي بين أصحابه قرآنا يتلى على الأرض، كان خلقه القرآن، فديناه بآبائنا وأمهاته. كيف أربي أولادي على قصص الأنبياء؟ تربي أولادك على قصص الأنبياء بأن تحكي لهم هذا القصص بالأسلوب الذي يناسب يعني عمرهم. فابن الأربع السنوات كما تفهم يكتفى له به يعني العبرة المباشرة التي يحسن فهمها، أن من أطاع الله تعالى يعني فالله تعالى يحبه ويدخله الجنة، ومن يعني عصى الله سبحانه وتعالى فالله تعالى لا يحبه ويدخله النار، وأن طاعة الله عز وجل أن نصلي في هذا السن لا يكفي هذا، وأن يعني معصيته أن نترك الصلاة، ثم يراك وأنت تصلي، ويرى أمه وهي تصلي، ويرى أخاه ويرى أخته، فتثبت هذه القيمة. فإذا ثبتت هذه القيمة وضعت له فوقها قيمة أخرى وهكذا. لكن إذا كان شابا فأنت تنظر في بعض الفوائد وبعض يعني اللطائف وبعض المعاني التي قد تكون محببة إليه، كما لو حكيت له قصة يوسف عليه السلام لما استعمل العفاف ويعني صبر عن المعصية ونحو ذلك، تعالج به يعني هاجسا في نفسه. وما دار هذا على التوفيق. في الحقيقة هذه القضية ليست في تربية الأولاد، ليست يعني حبوبا تبلعها ببعض الماء فإذا أنت أبدا. الله تعالى هو المربي، الحمد لله رب العالمين، هو سبحانه وتعالى الذي يربينا ويربي أولادنا، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إن كان هناك أسباب فأعظمها أن تصدق، ويعني أن يرى الله سبحانه وتعالى منك أنك أهل لهذا التوفيق. وإلا ما أكثر ما نتكلم ونحن نمتحن، فيعني لا يكون الخبر كالخبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز لأحد مخالفة فتوى المجامع الفقهية الموجودة في زماننا هذا، خاصة إذا أجمعت كل المجامع الفقهية على حكم ما؟ ما يتصور، ده كلام نظري، ما يتصور أن كل المجامع الفقهية، المجمع يعني التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية، وكل المجامع
ويجمعون على شيء، هذا طبعا ما يتصور. فدع عنك الكلام النظري بارك الله فيك، وخذ في المفيد لك، المفيد لك أنك تبحث عن الحق وتتبعه إن شاء الله. نوى السفر في الصباح فصلى الظهر، ركعتين قصر تقديم، ثم ألغى السفر وأذن الظهر وهو في نفس المدينة، فهل يصلي الظهر جماعة؟ لا شك أنه أخطأ، لأنه لما نوى السفر في الصباح قصر في بلده، والقصر لا يكون إلا إذا خرج من بلده، حتى لو بداية يعني عند نهاية بيوت البلدة، يعني لو أنه كان مسافر القاهرة مثلا من طنطا، ويعني خرج من آخر شارع الجلاء ومشى يمينا طلع على السريع ووقف وصلى ركعتين، فهو في بداية يصح هذا، حتى لو قبل أن يبلغ يعني أول قرن، لأنه جاوز حدود لكنه خرج فعلا في السفر، حينئذ يشرع له القصر. وأما إذا نوى السفر في يعني بلده فإنه لم يسافر، كان له الجمع لو كان يحتاج إلى هذا، فالجمع يصح في السفر ويصح في الحضر. أما أن يصلي في بلده ركعتين فإن هذه الصلاة حتى لو سافر هذه الصلاة باطل، كان يلزمه أن يعيدها، يعيدها ركعتين في السفر أو يعيدها أربعا في الحضر. على كل حال هو صلى ركعتين في البلد وهذا غلط، أذن الظهر يلزمه الآن أن يصلي أربعا. ثم إنه ما يصح القصر قبل أذان الظهر، واضح أن الرجل عنده أخطاء مركبة، هو أذن حتى لو كان صلى أربعا قبل أذان الظهر فهذا أيضا ما يصلح، فإن الظهر لا تقصر إلا بعد دخول وقتها. أما أن يصلي الظهر حتى في السفر قصرا الساعة العاشرة في الصباح، ليس هذا في الدنيا كلها، إنما يصلى الظهر بعد دخول وقت الظهر. وأما وقت العصر فيمكن أن يتقدم مع وقت الظهر، كما أن وقت العشاء يمكن أن يقدم مع وقت المغرب، والعكس يؤخر الظهر مع العصر ويؤخر المغرب مع العشاء، لكن بعد دخول الأولى منهم لا بد أن يكون بعد دخول الظهر أو بعد دخول المغرب. فالظاهر أن صاحبنا اجتهد والله تعالى يغفر له، ونحن ننصحه ألا يسارع في الاجتهاد، وأن يعني يتريث وأن يسأل قبل أن يفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل السؤال. وإلا فكثير من الناس أحيانا يقع في يعني عظائم بسبب الاستعجال ويعني استعمال الجهل أحيانا. واتفق هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني نام في أن رجلا احتلم في سفرة من الأسفار وغزوة من الغزوات مع أو سرية من السرايا، فاستيقظ وقد احتلم وكان معه أصحاب، فاستفتاهم: هل تروني لأن أتيمم؟ قالوا: ما نرى لك التيمم وأنت تجد الماء. لاحظ برد الصحراء، فالرجل لما لم يجد بدا ولا بد أن يصلي والرجل ممتلئ ديانة، قام فاغتسل في عز البرد كما يقولون مع الجرح الذي كان به، فوقع الجرح مع البرد على الدماء، مات الرجل، مات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه. فاعتبر الجاهل في فتواه هو الذي قتل، قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل السؤال. مع الأسف بعض الناس يخبطها وبالله التوفيق، وكيف يأتي التوفيق وهو يخبطها؟ فإذا خبطها وبالله التوفيق، يعني أذكر أن بعض الناس كان معنا في رحلة في السفر، ويعني كان يحب أن يصلي إمام، يموت ويصلي إمام، وحظه أن الموجودين يصلون يعني أيم، فاتفق في مرة ونحن نتوضأ استعجل، انظر كيف يعاقب الله عز وجل الإنسان بخلاف قصد، خلانا بنتوضأ وإحنا هنصلي أيم، وراح رايح بسرعة أقام الصلاة عشان يصلي إمام، مشتاق الرجل يصلي إمام، وراح داخل في الصلاة، الله أكبر، حظه إن الصلاة كانت صلاة المغرب،
وشايفنا كل صلاة عمالين نقصر، الظهر اتنين والعصر اتنين، صاحبنا جاء في التشهد بتاع الركعة التانية وطول، وانا فاهم هو مطول ليه، هو عمال يفكر هو دي اتنين ولا مش اتنين، اتنين ولا مش اتنين، طول جدا في التشهد. وماذا نفعل؟ احنا في الصلاة، احنا كمان حكينا دخلنا ورا، مش هنسيب الصلاة، اقول له يعني لحد ما الاخر حسم القضية وسلم، قال السلام عليكم ورحمة الله، فقام عليه الناس، ولك أن تتصور ماذا فعل الناس به. هو كان يريد أن يتصدر وأن يظهر العلم، والناس أوسعوه سبا، يا جاهل أنت جاهل، لماذا تصلي يا أخي، وأنت ما الذي أدخلك في هذا؟ فسمع الرجل ما يقرأ، لو أنه يعني رجع إلى قدره وعرف قيمة نفسه، وماذا يضيره أن يكون يعني مأموما؟ والإنسان لا يدخل الجنة لكونه إماما، ولا يدخل النار لكونه مأموما، وإنما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب